والمشاهدين. حياك الله. سيد وفا، نتساءل بداية، أرسال 615 مليار دينار، هل هذا الرقم يتلائم وحجم المباحثات والمتطلبات أيضا للموظفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية لحضرتك. يعني بصراحة بعد زيارة وفد حكومة إقليم كردستان يوم السبت الماضي، كان هناك يعني تركيز على نقاط مهمة جدا، هو أما دخول الموازنة حصة إقليم كردستان حيز التنفيذ، أو محاولة إعطاء قروض تكفي لموظفي لرواتب موظفي إقليم كردستان لحين الدخول في تعديل قانون الموازنة، لأن قانون الموازنة بها عراقيل ومطبات كثيرة تكبل رئيس الوزراء بإرسال أموال، وهي أيضا متعلقة باستئناف نفط إقليم كردستان عبر أراضي جيهان التركية اللي هي 400 ألف برميل نفط، ولحد الآن شركة سومو عاجزة عن هذا الموضوع. وأيضا طالبة بأن مسألة النفقات التشغيلية والفعلية أن لا تدخل مع، يعني أن لا ترتبط مع الرواتب، يعني أن يعني مثلا الآن رواتب موظفي جميع المحافظات العراقية لا يشمل ما يسمى بالنفقات التشغيلية والفعلية، الرواتب تعطى ومن ثم نعمل على هذا الموضوع، ولكن مع موظفي إقليم كردستان هناك هذه الآلية بأنهم يستخدمون النفقات التشغيلية والفعلية، أي بمعنى حصة موازنة إقليم كردستان اللي هي محددة 12.67 ومقدرة ب 16 تريليون زائد 400 مليار لعام 2023، لحد الآن لم يصرف غير 9 تريليون، وهناك أيضا تصفية نهائية. أما عن سؤال حضرتك، لهذا أنا أعطيت بعض التفاصيل، وسؤال حضرتك، هذا المبلغ أكيد لا يكفي لموظفي رواتب إقليم كردستان، لأن نحن لدينا 1,250,000 موظف بما يشمل حتى الرعاية الاجتماعية وحتى المتقاعدون وحتى البيشمركة، ونحتاج إلى 930 مليار لإعطاء الرواتب إليهم. سيد وفا، صراحة يعني ينتابني الفضول بهذه المباحثات والزيارات المهمة لوفود إقليم كردستان إلى بغداد، والتباحث حول أمر جدا مهم لأنه يتعلق مباشرة بمعيشة المواطن العراقي الكردي. أتساءل يعني ما الأسباب التي حتى الآن لم تصلوا إلى حل يرضي جميع الأطراف واستكمال هذه القضية المهمة؟ ما الأسباب التي تعرقل يا ترى؟ ما الذي يقف حاجز لكي لا تصل هذه الأموال مثلا الى الإقليم او تحسم؟ نعم تفضل. الموضوع واضح، هو جميعها لا يوجد اي اسباب قانونية ولا يوجد اي اسباب فنية، الاسباب جميعها اسباب سياسية. الإقليم كردستان عندما دخل الحزب الديمقراطي الكردستاني عندما دخل ائتلاف الدولة قبل سنة وشهرين ثلاثة أشهر، طالب ببعض المطالبات أهمها حصة الموازنة، وثانيا تشريع قانون النفط والغاز اللي لحد الآن، طبعا بالمناسبة حتى بزيارة الوفود، هذا الوفد اللي سيزور غدا أحد النقاط أيضا سيكون تشريع قانون النفط والغاز. لحد الآن هذه المطالبات لم تعالج، اللي هي كانت أحد شروط دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني لإتلاف الدولة. أي الأسباب لحد الآن نحن نلاحظ عليها أسباب سياسية. لماذا؟ لأن الإقليم سلم الملف النفطي، وانت تعرفين حضرتك العراق والإقليم جميع 90% من وارداتهم هو من النفط من البترول، في حين إن لم يوجد هناك واردات النفط لا تستطيع الإقليم إعطاء الرواتب. نحن من الشهر الرابع 4/4 بعد الاتفاق بين السيد محمد الشيع السوداني والسيد مسعود برزاني بتسليم الملف النفطي الى شركه سومو لم نصدر النفط، اي نعتمد على حصه الموازنه لاعطاء الرواتب، ولكن اؤكد لحضرتك ان الاسباب هي السياسيه فقط لا غير.